يقول: أنا أحرمت من السيل الكبير، وبعد الإحرام لم أصلي ركعتي الإحرام، فهل علي شيء؟ وهل هي واجب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجب للإحرام صلاة، لكن إن وافق الإحرام وقت الفريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يحرم بعد الفريضة، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان ما هو وقت فريضة فيحرم بدون صلاة، ما يلزمه يصلي. نعم.